السلام عليكم أعزائي الكرام، أعزائي الكرام من عز ما عم نحتاج أخذها. هذا هو جيني بالكلام الحلو، معليش كلامك أنا يديروا على جيه، بس هني شد حجرة في يدي تخرج على الصف نعطي. حردها هذا حردها هذا حردها هذا المهم حسبه بحالي ما كاينش عظم الطيوت الرسم الله يلا مسكينه ضاع بالله اه هزي داود خاتي هاو اه يا مولانا اكغلي لك تعيش اه بالصحه غير بردي انا بالصحه بردي انا بالصحه ما تعاوش الطير اصاحبي اللي كيخرج من الجماعه غير الشيطان هو المواطن انا ماشي مواطن انا ابراهيم انا ماشي مواطن ابراهيم ايه واش الجزائري هذا مالكم زعما خوتنا كتهضروا بحالنا كياكلوا بحالنا مالهم صافي دايرين هاك انت كتاكل لحم الحمير لا لا ما مجوجه شي من... معايا بغيت شي واحد يكون فيه المعقول المعقول ورحت البال وكل شيء ما تنقلبش انا على الفلوس ورحت البال الفلوس شوف اللي عندها الفلوس ناوي معقول ما عندهاش فلوس ما باغيش كاين شي فيزا اوروبا انا معاك قال لك جاه اذا لقيتي 15 مليون واش تقدر ترد المولاها ولا لا؟ لا علاش؟ مقود عليا انا وغرد 15 مليون هذه ماشي ديالك واخا ماشي ديالي غنديها حيت محتاجها شوف واش حلال ولا حرام واخا حرام غادي نديها هذا احكي معه قال لك كيف علاقتك بالاقارب انا ولا بحب احكي معه ولا بيحبوني ولا بحبوني ولا والله العظيم بالله شوف خصها العائله والله ما يبغي لك شي واحد الخير اقسم لك بالله انا بعد التجربه الراسي كنهضر على راسي التجربه ما كاينش عائله اللي عنده شي عائله غير ينساها ما تقوليش العائله اللي عنده شي عائله ينساها واللي كيعرفني انا وعائلتي انساني الريحه اللي لك ندير لها 50 درهم وكنقص الناس زوينين كندير لهم ثمن زوين بحالهم هي بشحال تحسب عليا انا 50 درهم يا بنتي كتنقص الناس زوينين وعلاه انت زوينه طوب دين امه احسن طاجين غادي يطلع دين امه صبرك من الملحه يا ربي تسمح الناس بالخير كاين ان شاء الله بربي سنان كيديري عايشة تهرات اخي والله الا هرات بالله ونار وتخرج لها فشي زنقه ما كتخرج والله تا عمرك بالله بوكا وتوت المهم هذا كيبقى احسن صانع محتوى من الله اولا شيء صراحه والله زعما وكيفاش حيت هادشي وبقينا في تما كنشوفوا على انه زعما صراحه ولكن على اي دابا غاتشوف دابا شي حوايج وغادي يبقاو الصاب هادشي اللي كاين زعما صراحه ما كاينش لك تشوف حاجه اللي انت ما ولكن قلقني شنو هضرتي معايا والله الا قنعني بالله عندك الحق خويا كاين انت كاين تكريسيت اخويا في الرباط دوية جاكيطة شريها لي حب الحسوني كنموت عليه والله يخلف عليه والله يجازيه باخر ودابا مشى ليا في فمي دولة فمك كيما بقيتو ما تسرقوا ليها غير فم الله ياخذ فيكم الحق هادشي اللي غادي إلا كنتي غادا في الشارع وتعرضتي للتحرش جاتو من الاخر ويتحرش بيا تحرش بيا مالو يخلعونا قولي فينا الزين قولي فينا الفريز هكا واحد فينا يحشم يلا هكا وهادير عقلك ولا نديرو انا واحد فينا يدير عقله هادي برجلة هادي ناضية هادي كتعجبني انايا بعدا والتحية لجميع العيالات الجميل جميع العيالات باش تقول لمرتك ماشي جميل عيالات راه هادي ابلاتي لا مرتك هي الاولى سمعتي تنقول لمرتي تدخل سوق راسها هذا مسخرة مراكشي باش ما دخلها معانا راه مخاسم معاها هاد اليمان علاش؟ دخلي زق راسك تا انت نيشان فضل خايب والله الا فضل ما مزيان ولا كانوا هما مدابزين على شي حاجه بيناتهم زق راسك تا انت لا ولا كانوا مدابزين على شي حاجه بيناتهم فرق البعض كاع مراكش انتو كنتو تما في الشنويه ما عرفتش كيفاش قبل
راه صعب شكون لك سان قلبو انا ولا انت يا باك اخويا صارت دبانة برا ولا شنو؟ ولكن ناضي ناضي برا عنده صويت عنده صويت هذا يقلق يا خويا قال لك الاحتراف من الصغر والله تعرف ولي 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 اما تبقاوش ديروا شي حاجه حدا ولادكم حدا ولادكم راه كيقراو كلشي وراه كيعرفوا كلشي ولكن راه عادي خباش فلوس ايوا راه شي حوايج ما خصهمش يديروا البنك اخي حنا جميع المغاربه عارفين هذيك هي البنكه ديال الام باش قلت حاجه مع الجو كيفاش البلان وصاحب الناس دقا ما والله الا شفت هاد الحمير هذا مزيون نزلت نصور لكم سلام الا كنتي جن غوت واش داك اختي عنده الا كان جن غوت داك الزين ما يغوتش انا واخا كنا انت تغوت ولا ما تغوتش انا نغوت انا نغوت اخويا ما نكذب عليك ما نغوتش نغوت بما الاخوان كان هو هذا الاخر ديال الفيديو اللي عجبو الفيديو ما تنساش تبارطاجي معنا واللي اول مره كيشوفنا ما تنساش تبع الصفحه ديالنا وتحياتي لكم ونشوفو ان شاء الله في رياكشن جديده تهلاو